بهدف إشعال الفتنة الطائفية في المنطقة، التكفيريون يسفكون الدماء في العراق بدم بارد بعد يوم واحد من سفكهم الدم في باكستان. ارتفاع عدد ضحايا التفجير الطائفي في الكويت الباكستانية، وهيومن رايتس ووش تندد بتراخي الحكومة في حماية الشيعة. الراشد يدعو لاجتماع يناقش الأوضاع السياسية والتشريعية البرلمانية، تؤكد تسبب الحكومة بتأخير قانون غسيل الأموال. الإبراهيمي يلمح لإمكانية عقد محادثات بين الحكومة السورية والمعارضة في مقر الأمم المتحدة قريباً. نشرة الأخبار من قناة الكويت الفضائية، أهلا بكم. في أقل من 24 ساعة من الهجمات الدامية التي قام بها التكفيريون في مدينة كويتا الباكستانية، والتي راح ضحيتها العشرات من الأبرياء، استيقظت العاصمة العراقية بغداد اليوم على سلسلة من التفجيرات العنيفة الدامية التي هزت عدة مدن، منها الكمالية والحبيبية والحسينية والمعامل وشارع فلسطين وحي الصدر شرقي بغداد. الهجمات الإجرامية التي استخدمت فيها 9 سيارات مفخخة أدت إلى مقتل 28 شخصا على الأقل وإصابة عشرات آخرين. محاولة إشعال الفتنة الطائفية لا تستقصد مناطق أو طائفة معينة بقدر ما تستقصد إدخال المنطقة كلها بحرب يجري ممولوها مآربهم منها، أو هكذا يأملون. في واحدة من أسوأ الهجمات مأساوية في البلاد، قالت الشرطة العراقية إن سلسلة سيارات مفخخة انفجرت في مناطق بأنحاء متفرقة من شرق العاصمة العراقية بغداد، حيث تقتنها الغالبية الشيعية، ما أودى بحياة 28 شخصا على الأقل وإصابة العشرات. مصادر أمنية قالت إن التفجيرات جاءت بواسطة 9 سيارات، الأولى في منطقة الداخل في مدينة الصدر، والثانية في مدينة الصدر استهدفت سوقا شعبيا، أما انفجار السيارة الثالثة فقد طال منطقة الغيارة شرق بغداد، فيما انفجرت سيارة رابعة في حي الأمين جنوب شرق بغداد. المصادر أوضحت أن السيارة الخامسة انفجرت في منطقة الحسينية جنوب شرق بغداد، كما انفجرت السيارة السادسة في منطقة الكمالية جنوب شرق العاصمة. من جهتها، طالبت بعض الأحزاب السياسية بضرورة ملاحقة منفذي العمليات الإرهابية الجبانة والتي تهدف إلى إثارة الفتنة الطائفية. من جانبه، طالب النائب عن التيار الصدري جواد الشهيلي بضرورة تكثيف الإجراءات الأمنية في بغداد، داعيا وزارة الداخلية باعتقال المجرمين الذين يقفوا وراء هذه الهجمات. وفي الوقت الذي لم تعلن أي جهة المسؤولية عن التفجيرات، يرى محللون أن وجود بعض الجماعات المتشددة التابعة لتنظيم القاعدة والعناصر التكفيرية في العراق المدعومين من قبل جهات خارجية هم من يقفون خلف هذه الأعمال الدامية، فيما ربط البعض بين تزامن هجمات اليوم وتفجيرات مدينة كويتا الباكستانية التي راح ضحيتها العشرات من قتلى ومصابين. أثار الهجوم الطائفي أمس في مدينة كويتا الباكستانية، والذي راح ضحيته العشرات بدم بارد، أثار حالة من الغضب لدى سكان المدينة من تراخي الحكومة في ردع هذه الهجمات الطائفية الدامية. ويرى المحللون أن أداء الحكومة يثير شكوكا متزايدة إزاء التعاون المشترك بين أجهزة الاستخبارات الباكستانية وبين التكفيريين في البلاد، محذرين من أن استمرار هذا التراخي ينذر باندلاع حرب طائفية لا تحمد عقبها. مع تصاعد الهجمات والتفجيرات الطائفية في باكستان، تتزايد حدة الانتقادات التي توجه للحكومة الباكستانية التي تراجعت شعبيتها قبل انتخابات من المقرر أن تجرى في غضون شهور لفشلها في تحسين الأمن، خاصة في الأقاليم الحدودية مع أفغانستان. وتتهم عرقية الهزارة ذات الأغلبية الشيعية الحكومة بالعزل عن حماية مواطنيها لحساب جماعات متشددة، مما أدى لازدياد عمليات التفجيرات والاغتيالات التي تستهدف الأقلية الشيعية البالغ عددهم عن 35 مليون شخص، والتي كان آخرها التفجير الذي وقع يوم أمس في مدينة كويتا وأسفر عن مقتل 82 شخصا. ويرى محللون أن الهجوم الأخير ينم عن فشل المخابرات وقوات الأمن، بل إن هناك اتهامات بأن جهاز المخابرات يغض الطرف عن سفك الدماء أو ربما يدعم الجماعات التكفيرية المسلحة.
واستنادا إلى منظمة هيومان رايتس ووتش، فإن أكثر من 400 شيعي قتلوا في باكستان عام 2012، السنة الأكثر دموية، إلى أن تزايد أعمال العنف ضد الشيعة مطلع العام الحالي والذي أسفر حتى الآن عن مقتل 165 شخصا على الأقل، ينذر بأن يكون عام 2013 الأكثر دموية. ونددت المنظمة الدولية التي تعنى بحقوق الإنسان بجبن ولا مبالاة السلطات أمام هذه المذابح التي ترتكب بدم بارد على حد وصف المنظمة. ودعا زعماء الهزارة الحكومة إلى اتخاذ إجراء حاسم، محذرين من خروج العنف الطائفي عن السيطرة، وأمهلوا حكومة الإقليم 48 ساعة للقبض على الجناة المتورطين قبل خروج مظاهرات ضخمة للاحتجاج. ويقول منتقدون أن وكالات المخابرات الباكستانية كانت تدعم من قبل جماعات مثل عسكر جونقوي التي أعلنت مسؤوليتها عن التفجير لمحاربة القوات الهندية في كشمير وفشلت بعد ذلك في السيطرة عليها. وأعلنت الجماعة التكفيرية مسؤوليتها مطلع يناير الماضي عن ثلاثة تفجيرات هزت منطقة ذات أكثرية شيعية في كويتا، مما أسفر عن مقتل أكثر من 100 شخص وإصابة مئات آخرين بجروح. وهددت عدد من الأحزاب الحكومة بأنها إذ لم تقم بحماية المواطنين فلتسمح بقيام المواطنين بحماية أنفسهم. محليا، دعا رئيس مجلس الأمة علي الراشد النواب إلى اجتماع غدا لمناقشة التطورات السياسية على الساحة المحلية. ويأتي هذا الاجتماع قبل يوم واحد من انعقاد الجلسة المقررة لمناقشة الاستجوابين المقدمين لوزير المالية ووزير النفط. تصريحات الراشد تأتي في الوقت الذي أعلن فيه أو أعلن النائب نواف الفزيع انضمامه لاستجواب وزير النفط الذي سيقدمه النائب سعدون حماد يوم غد، مؤكدا التزامه بالاستجواب الذي ينوي تقديمه إلى وزير المالية مصطفى الشمالي. ومن جهة أخرى، أكد النائب فيصل الدويسان أنه إذا تمت مناقشة استجواب وزير الداخلية بشكل علني فإن الاستفادة ستكون لجميع الدول التي وقعت في شرك الشركة الإسرائيلية وليس للكويت فقط، مبديا رفضه لما يتردد حول تأجيل استجوابه لمدة 3 أشهر. لا تزال اللجان البرلمانية تناقش عددا من أولويات المرحلة المقبلة، فقانون تنظيم القضاء بدأ باستكمال المناقشات حوله، وردت اللجنة التشريعية على تصريحات الوزير مصطفى الشمالي حيال تأخير إصدار قانون غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، مؤكدة أن الحكومة هي من أخرت إصدار القانون لا المجلس، فيما أرجأت اللجنة الصحية تقريرها الخاص بالمداولة الثانية لقانون القوى العاملة للمزيد من الدراسة. ساد الهدوء اليوم أروقة مجلس الأمة، فاجتمعت عدد من لجانه دون اتخاذ أي قرارات نهائية. اللجنة التشريعية من جانبها أكدت أنها لا زالت تناقش مشروع قانون تنظيم القضاء والاقتراحات النيابية حياله مع الجهات المختصة. كما أشارت رئيسة اللجنة النائب معصوم المبارك إلى أن تأخر الكويت دوليا عن عدم إصدار قانون غسيل الأموال وتمويل الإرهاب راجع للحكومة التي تأخرت بتسليمه للمجلس. اليوم طبعا كان مخصص لمناقشة هذا الموضوع، ولكن وزارة العدل طلبت تأجيل المناقشة لأنها لم تستكمل إعداد مذكرة الرد على مقترح قانون تنظيم القضاء. أما بالنسبة للمجلس الأعلى للقضاء فقدم لنا مذكرة وافية وشاملة حول هذا المقترح بما فيه من تعديلات قدمها، وهي كلها تعديلات ذات أهمية. أحب أؤكد بأن مجلس الأمة بشكل عام واللجنة التشريعية ليس لهم دخل على الإطلاق بعملية التأخير وعملية ضيق الوقت. الحكومة حقيقة هي من تأخر في تقديم مشروع القانون لتمويل غسل الأموال وتمويل الإرهاب. من جانب آخر، أرجأت لجنة الشؤون الصحية تقديم تقريرها الخاص بالمداولة الثانية على قانون الهيئة العامة للقوى العاملة، وذلك لمناقشة طلب التعديلات الحكومية على القانون. وأوضح مقرر اللجنة النائب هاني شمس أن أسباب التعديلين اللذين تقدمت بهم الحكومة بعد إقرار المداولة الأولى من القانون لم يكونا شافيين. يحتاج أن اللجنة تكتمل في الفترة القادمة وفي الاجتماع القادم على أساس إن إما نحط التقرير ونرفعه للمجلس، أو أنه يحتاج نقعد مرة ثانية مع الوزارة
لاستيضاح بعض الأمور اللي قد تكون في الجلسة السابقة ما كانت واضحة، وقد يكون أصحاب الاختصاص أيضا ما كانوا موجودين من الوزارة. فلحد الآن القانون موجود في الجلسة، ما رفع إلى المجلس حق المداولة الثانية في جلسة يوم الثلاثاء، قد يكون يتأخر الموضوع لمزيد من الدراسة وعلى أساس يكون مكتمل. مقرر لجنة المرافق العامة النائب عدنان المطوع من جهته أكد أن اللجنة تعكف حاليا لإنهاء قانون الهيئة العامة للغذاء والأغذية، حيث ناقشت اللجنة ورقتي عمل حيال الهيئة مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة. كان هناك في ورقة عمل مقدمة من السيد رئيس اللجنة علي العمير، وورقة عمل مقدمة من معهد الأبحاث، وتم مناقشة هذه الأمور. الهيئة طبعا الهيئة راح تكون مسؤولة عن الرقابة وتطوير القطاع الأغذية ووضع المواصفات الخاصة في الغذاء، سواء المستورد أو المصدر أو من المنتج المحلي، وتكون الهيئة طبعا مسؤولة عن تطوير هذا القطاع والنظر في المشاكل التي تعاني التخزين والعرض وكذلك التصدير. حمد النبهان من مجلس الأمة، قناة الكوت. قال وزير المالية مصطفى الشمالي إن الوزارة قامت مؤخرا بتشكيل 6 فرق عمل لمراجعة ومطابقة مشاريع خطة التنمية السنوية الرابعة مع المشاريع المدرجة بميزانيات الجهات الحكومية. وأضاف الشمالي أن الاعتماد المالي المرصوب لتنفيذ خطة التنمية السنوية الرابعة بلغ أكثر من 5,400,000,000 دينار كويتي، ويشمل كل المشروعات ومهام الخطة بما فيها الشق الإنشائي للبنية التحتية. كما أشار الشمالي لأن العمل جار لتطوير البنية التحتية في البلاد، بما في ذلك زيادة إنتاج الطاقة الكهربائية ورفع إنتاج محطات تقطير المياه لمقابلة الاحتياجات المتزايدة. نشرتنا متواصلة وفيها بعد قليل معرض توثيقي في الذكرى الثانية للحراك في البحرين. ونبقى في الشأن المحلي، حيث ضمن تطوير المشاريع الإنشائية بوزارة الصحة، وضع وزير الصحة الدكتور محمد الهيفي حجر أساس مبنى العيادات الخارجية في مستشفى الرازي للعظام. وأكد الوزير الهيفي أن المشروع يأتي بهدف توفير العناية الصحية للمرضى، لا سيما بعد زيادة معدلات النمو السكاني في البلاد مؤخرا. تحت رعاية وزير الصحة الدكتور محمد الهيفي، أقيم اليوم حفل وضع حجر الأساس لمبنى العيادات الخارجية بمستشفى الرازي للعظام، ويأتي هذا المشروع تلبية لحاجة المرضى إلى توفير العناية الصحية، لا سيما بعد زيادة معدلات النمو السكاني مؤخرا. وأكد الوزير الهيفي أن المشاريع الجديدة تأتي لتوفير الرعاية الصحية المتكاملة للمرضى، نافيا أن يكون تطوير المباني الصحية بهدف الحد من العلاج بالخارج. احنا اهم شيء عند المستشفيات الجديدة لإيجاد الأماكن للمرضى، لأن احنا عندنا التركيبة السكانية زادت، وصلنا الحين 3.5 مليون، ونفس المستشفيات من 84 للحين. العلاج في الخارج أقولها مرارا وتكرارا، لن يذهب أي مريض للعلاج الخارج إلا اللي يحتاج، غيره ما عندنا. المبنى الجديد المتوقع إنجازه خلال 18 شهرا يهدف إلى تطوير أداء النظام الصحي ومواكبة أحدث المستجدات في الرعاية الصحية المتكاملة. نعدكم بأن ينفذ القطاع الخاص المتمثل بشركة المجموعة المشتركة للمقاولات كما هو دائما نهجها في إنجاز المشروع بأعلى المقاييس والجودة، وقبل إن شاء الله الوقت المحدد، معتمدين دائما وأبدا على الله سبحانه وتعالى وعلى تعاون الوزارة ما في شك وجهود الجميع. المشروع يعد نموذجا من المشروعات الإنشائية ضمن الخطة الإنمائية للدولة، ويتضمن المبنى الجديد 32 عيادة خارجية تخصصية، إضافة إلى أقسام الأشعة والمختبرات والسجلات الطبية والصيدلية. كرمت مسابقة الشيخ مبارك الحمد الصباح للتميز الصحفي الفائزين بجوائز الدورة الخامسة للمسابقة، والتي أقيمت تحت رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك
ممثل راعي الحفل سمو الشيخ جابر المبارك ووزير الإعلام الشيخ سلمان الحمود أشاد بدور مثل هذه المسابقات وإسهاماتها في دعم وسائل الإعلام المختلفة. أقامت مسابقة الشيخ مبارك الحمد الصباح للتميز الصحفي حفل تكريم الفائزين بجوائز الدورة الخامسة للمسابقة بحضور ممثل راعي الحفل سمو الشيخ جابر المبارك وزير الإعلام الشيخ سلمان الحمود الذي أشاد بدور مثل هذه المسابقات في دعم وسائل الإعلام المختلفة. أؤكد لكم أننا بحاجة اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى إعلام وطني صادق يساهم في تنمية البلاد ويحافظ على الوحدة الوطنية بين كافة أبناء المجتمع. وقال المدير العام لوكالة الأنباء الكويتية الشيخ مبارك لدعيج إن مسابقة الشيخ مبارك الحمد الصباح للتميز الصحفي أصبحت اليوم علامة بارزة في سماء الإعلام الكويتي. أتمنى أن تواصل هذه المسابقة دورها المتميز من أجل إعلاء مكانة الصحافة الكويتية التي تدخر بالخبرات والكفاءات وتملك الأدوات والإمكانات ولديها الرغبة الأكيدة في النجاح والتفوق والتواجد القوي في العالم. في إطار العلاقات الثنائية بين الكويت وبريطانيا ينظم بيت الكويت للأعمال الوطنية في 23 من فبراير الجاري مهرجان كلنا في حب الكويت الثامن بالتعاون مع المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب والمتحف الجوي الملكي البريطاني يتم خلاله إقامة معرض لوسائل الدفاع الجوي من الطراز القديم. بالتزامن مع الاحتفالات بالأعياد الوطنية وعيد التحرير وبرعاية وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود ينظم بيت الكويت للأعمال الوطنية في 23 من فبراير الجاري مهرجانا تحت عنوان كلنا في حب الكويت الثامن بالتعاون مع المجلس الوطني للثقافة والفنون والأداب والمتحف الجوي الملكي البريطاني والسفارة البريطانية لدى الكويت. وأوضح بيت الكويت للأعمال الوطنية أنه سيتم عرض الطائرة المقاتلة سبايدر فاير التي يزيد عمرها عن 73 عاما في المهرجان. سوف نقوم بعرض هذه الطائرة في من 23 إلى 27 من هذا الشهر فبراير بمناسبة عيدي الاستقلال وعيد التحرير في مول 360. والطائرة سبايدر فاير أهداها حاكم الكويت العاشر الشيخ أحمد الجابر الصباح إلى بريطانيا العظمى خلال الحرب العالمية الثانية. وإلى جانب الطائرة المقاتلة سيتم إقامة معرض يتعلق بمؤسسات الدولة وسفارات الدول بالكويت إضافة إلى مهرجان فلكلوري. يصطحب هذه المناسبة معرض لوزارات الدولة وبعض السفارات المقيمة في دولة الكويت في قاعة أم كلثوم. هناك كذلك يعني حفلات فلكلورية ومهرجان فلكلوري وكذلك هناك عرض للسيارات الملكية. وبدوره أكد المجلس الوطني للثقافة والفنون والأداب أن اهتمامه بهذا النشاط لكونه ثقافيا يهدف إلى تفعيل الحركة الاجتماعية بشتى مجالاتها ومؤسساتها وأن تعاونه مع بيت الكويت للأعمال الوطنية لدوره في حفظ تاريخ الكويت. طبعا حريصين على تفعيل أو تنشيط الحركة الثقافية في شتى مجالاتها في من خلال البرامج المتعددة من خلال التعاون مع المؤسسات الخاصة والجمعيات النفع العام. طبعاً بيت الأعمال الوطنية هو أحد المؤسسات التي لها دور لها دور كبير في حفظ الذاكرة التاريخية للكويت ومن ضمن هذه البرامج هذا المهرجان الذي يقام بمناسبة الأعياد الكويتية. احتفل أعضاء الهيئة التدريسية للمعهد العالي للفنون المسرحية بتمديد عامين لعميد المعهد ونائبه وسط إشادات من هيئة التدريس بتشكيل لجنة تقييم أداء عميد المعهد التي تم إقرارها مؤخراً. احتفل أعضاء جمعية التدريس في المعهد العالي للفنون المسرحية بقرار التمديد لعميد المعهد للعامين المقبلين الدكتور فهد السليم ومساعده الدكتور سليمان آرتي متمنين لهما النهوض بهذه المؤسسة الأكاديمية واستكمال مشاريع التطوير والارتقاء العلمي والوظيفي.
لا شك الفضل الأول بعد سبحانه وتعالى رب العالمين. أنا أعتقد أشكر الدكتور عبد الله الغيث من سبقني إلى هذا المنصب ومن وضع خارطة الطريق، خلينا نقول بداية، على أن نرسم مستقبل هذه المؤسسة كأكاديمية إلى أن بلغنا مرادنا طبعا، وهو حصولنا على مرسوم أميري بإنشاء أكاديمية الكويت للفنون، وهذا بحد ذاته أنا أعتقد هذا مكسب لنا نحن كأكاديميين. من جانبه أكد الدكتور فهد الهاجري رئيس قسم التمثيل والإخراج أن النجاح الحقيقي الذي أتى بالتمديد لعميد المعهد الدكتور فهد سليم هو تشكيل لجنة لتقييم أداء العميد ومساعده، مما يرسي بذلك قواعد الديمقراطية وتطبيق اللوائح. نسعد جميعا بتطبيق اللائحة، مش تجديد العميد المعهد بس، لا، تطبيق اللائحة، هذا شيء مهم يجب أن نركز عليه، تطبيق اللائحة بتقييم أداء العميد. وأيضا قد يكون هناك تطبيق اللائحة، وأنا أطالب عميد المعهد بأن يكون هناك تقييم لأداء رؤساء الأقسام العلمية بمن فيهم دكتور فهد الهاجر رئيس القسم العلمي. أن نؤمن بالديمقراطية وبتطبيق اللوائح، هذا شيء يعني يرتقي بهذه المؤسسة الأكاديمية. وثمن الحاضرون في هذا الاحتفال هذه الخطوة لتحقيق النجاح للمؤسسة لترتقي بالعمل الأكاديمي والوظيفي. نظمت مظلة العمل الوطني معرضا توثق ما يتعرض له الشعب البحريني الذي يقود الحراك والمطالب بالإصلاحات، وهذا المعرض يعد الأول من نوعه من قبل هذه المنظمة أو المظلة على مستوى دول الخليج، وأقيم بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لانطلاق الحركة الشعبية في البحرين. نظمت مظلة العمل الوطني معرضا لذكرى الحراك الشعبي في البحرين، حيث تأتي هذه الخطوة في مناسبة الذكرى السنوية الثانية لبداية انطلاق الحراك الشعبي المطالب بإصلاحات في المملكة. هو معرض يجسد الحياة التي مر بها الشعب البحريني خلال السنتين الماضيتين، من انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان، ونحن نساهم بجزء يسير حقيقة بهذا المعرض لتبيان حقيقة الموقف في مملكة البحرين إزاء ما يحصل فيها من أزمة. المعرض الذي يعد الأول من نوعه على مستوى دول الخليج احتوى على 4 أقسام مختلفة، كل قسم منهم جسد بالصور والأرقام ما تعاني منه بعض فئات المجتمع البحريني من انتهاكات. الركن الأول كما شاهدتم هو ركن سجن الأطباء وفصل الأطباء، وأيضا ركن لأخلاقيات رجال الأمن بالتعامل مع المتظاهرين السلميين، وأيضا ركن للطفل ومعاناة الطفل البحريني وشهداء الأطفال الذين سقطوا في هذه الأزمة من أطفال البحرين، وأيضا لم ننسى حقيقة دور المرأة البحرينية في هذه الأزمة التي قدمت تضحيات كبيرة حقيقة في هذه الأزمة. نشرتنا متواصلة وفيها بعد الفاصل. الذكرى الثانية للثورة الليبية، احتفالات وتوترات. المحل مبعوث الأممي العربي المشترك إلى سوريا الخدل إبراهيمي إلى احتمال عقد اجتماع يضم رئيس الائتلاف السوري المعارض معاد الخطيب وممثلين عن نظام الرئيس بشار الأسد. يأتي هذا فيما أعلن في الجامعة العربية عن زيارات سيقوم بها الأمين العام للجامعة العربية ومعاد الخطيب إلى روسيا لبحث الأزمة السورية. على الرغم من التشدد الذي تبديه أطراف الصراع الدموي الدائر في سوريا منذ ما يقارب العامين في الجلوس إلى طاولة المفاوضات، إلا أن اليقين المتصاعد من كلا الطرفين حكومة ومعارضة بأن تحقيق انتصار عسكري على الأرض بات أمرا شبه مستحيل، وهو ما دفع أطرافا غربية للبحث عن الحلول الدبلوماسية في عواصمها. الحكومة السورية من جانبها وعلى لسان رئيس وزرائها وائل الحلقي أعلنت دعوتها لكافة الفصائل المعارضة للانخراط في حوار جاد بهدف الوصول إلى توافق وطني يوقف نزيف الدم الذي أودى بحياة أكثر من 70,000 شخص خلال الفترة الماضية حسب تقديرات الأمم المتحدة. أدعو الجميع
للانخراط في هذه العملية السياسية من أجل إنقاذ سوريا، ونقول لمن يسمعنا بأننا قدمنا كل الضمانات التي تهدف إلى إنجاح هذه العملية السياسية، ومن خلال هذه المبادرة سنكشف من يدعي الوطنية ولكنه مرتبط بأجندة خارجية لا تسمح له الانخراط بهذه العملية والتواصل معنا على الأرض السورية. من جانبه ألمح المبعوث الأممي والعربي إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي إلى أن المحادثات بين ائتلاف المعارضة السورية ونظام الرئيس بشار الأسد قد تبدأ في مقر الأمم المتحدة بأمريكا قريبا، وأضاف أنه يعتقد إذا بدأ حوار في مقر الأمم المتحدة بين المعارضة ووفد مقبول من الحكومة السورية فسوف تكون هذه بداية الخروج من النفق المظلم، داعيا الأطراف الدولية والإقليمية لدعم هذه المبادرة من أجل إنجاحها. نحن نعتقد على أنه لو بدأ حوار في مقر من مقرات الأمم المتحدة في البداية على الأقل بين المعارضة ووفد مقبول من الحكومة السورية، نعتقد أنه هذا يكون بداية للخروج من النفق المظلم. ولفت الإبراهيمي من ناحية أخرى أن رئيس الائتلاف السوري المعارض معاذ الخطيب سيتوجه على رأس وفد المعارض إلى العاصمة الروسية موسكو الشهر المقبل. مشروع لزيارة السيد أحمد معاذ الخطيب على رأس وفد إلى موسكو في الشهر المقبل. ونفى الإبراهيمي ما نشرته وسائل أعلام عربية عن خطة لإنشاء مجلس شيوخ منتخب في أغلبه من الشعب السوري مع تعيين جزء من قبل المعارضة والنظام، قائلا إنه ليس لديه علم بهذا المشروع ولم يعرض عليه. من جانبه قال الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي إنه سيتوجه إلى موسكو الأربعاء القادم على رأس وفد من 4 دول عربية على الأقل للمشاركة في المنتدى العربي الروسي. لا شك أن موضوع الوضع في سوريا والمطروح أمامنا والمبادرة ووقف إطلاق النار كذلك، كل هذه الأمور سوف تكون على قائمة البحث، بل بالعكس على قمة قائمة البحث مع الاتحاد الروسي. وتظل القضية السورية وعشرات آلاف من اللاجئين الذين شردتهم الحرب التي تراوح مكانها ما بين مبادرة من هنا وخطة من هناك في انتظار حدوث اختراق حقيقي باتجاه حل يحقن دماء الأبرياء. إلى الأراضي المحتلة، حيث أعرب الاتحاد الأوروبي اليوم عن قلقه من تردي الحالة الصحية لأربعة أسرى فلسطينيين مضربين عن الطعام في سجون قوات الاحتلال الإسرائيلي. مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون قالت إنها تتابع بقلق تدهور الحالة الصحية للأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام، فيما طلبت حكومة الكيان الصهيوني بضرورة أن تعيد على الفور حقوق الزيارة لذويهم واحترام حقوقهم الإنسانية. وأشارت أشتون إلى قلق الاتحاد الأوروبي من لجوء إسرائيل المكثف لأوامر الاعتقال الإداري التي تنطبق حاليا على الأسيرين عز الدين وقعدان، في حين أكد وزير شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين استمرار التظاهر لتأييد الأسرى المضربين عن الطعام. أما في تونس، رفضت حركة النهضة الإسلامية في تونس حكومة التكنوقراط وسط أنباء عن استقالة محمد عبو الأمين العام لحزب المؤتمر وتأكيدات من حزب التكتل بأن الحزب سيساند حكومة التكنوقراط والتي تضم سياسيين. خلال استعراض جديد من قبل الإسلاميين لقوتهم، دعا رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي أمس خلال مظاهرة حاشدة مؤيدة للشرعية إلى تشكيل حكومة ائتلاف وطني، وقال إن الحركة باقية في الحكم. وخاطب الغنوشي 10,000 من أنصار الحركة وأحزاب أخرى، مشيرا إلى أن الدعوة إلى حكومة التكنوقراط تعني إسقاط حكومة منتخبة وشرعية. وتؤكد تصريحات الغنوشي معارضة حركة النهضة التي تقود ائتلافا ثلاثيا يضم حزبي المؤتمر من أجل الجمهورية والتكتل من أجل العمل والحريات مقترح رئيس الحكومة حماد جبالي وهو الأمين العام لحركة النهضة تشكيل حكومة تكنوقراط أو كفاءات لتجاوز أزمة التعديل الوزارية التي زادت تعقيدا عقب اغتيال المعارض اليساري شكري بالعيد. واعتبر الغنوشي أن القوى المحسوبة على النظام السابق تريد العودة، وأضاف أن هؤلاء أرادوا استغلال اغتيال المناضل شكري بالعيد ووصل بهم الأمر إلى الدعوة لإسقاط الشرعية وحل المجلس التأسيسي.
كما أدانت حركة النهضة العنف بكل أشكاله بما في ذلك الاعتداءات على مقر الأحزاب والمؤسسات وغيرها، وشددت على أن النهضة حركة ديمقراطية ولا يمكن أن تتحول إلى ديكتاتورية. وجاءت تصريحات الغنوشي خلال مظاهرة حاشدة دعت إليها النهضة تحت شعار الوحدة الوطنية ونبذ العنف والسلم الأهلي، وبحسب مصادر رسمية فقد شارك 10,000 في المظاهرة بالعاصمة التونسية، وردد المتظاهرون هتافات ضد القوى المناوئة للثورة. وتأتي المظاهرة وسط رفض متنام من قيادات وقواعد الحركة لمبادرة رئيس الحكومة بتشكيل حكومة التكنوقراط. وكان جبالي قد أعلن أنه تم إحراز تقدم في محادثات تشكيل الحكومة التي جرت مساء أمس في تونس، وأنه سيواصل مشاوراته غدا الاثنين مع رؤساء الأحزاب. وذكر سياسيون من الائتلاف الحاكم أن المشاورات تتجه لتشكيل حكومة تجمع بين السياسيين والكفاءات لتجاوز الأزمة. لئن استبشر الكثير من الليبيين بسقوط نظام القذافي، فإن ليبيا بعد عامين من الثورة باتت الصراعات السياسية والأمنية فيها تقسم شرق البلاد عن غربها، ما قد يشي باستفحال التجاذبات. يحتفل الليبيون بالذكرى الثانية لثورة 17 من فبراير التي أطاحت بنظام العقيد معمر القذافي من السلطة بعد أن ظل يحكم لأكثر من 4 عقود. لكن تبشير الثورة بالانعتاق من أسر المنظومة القديمة لم يأتي بنتائج كبيرة لما بعد الثورة، فقد أصبح ثوار الأمس يتقاتلون على الغنيمة الجديدة والسلطة. ورغم هذه الأجواء المتوترة التي توجت بإغلاق الحدود مع مصر وتونس، فقد بدأت الاحتفالات الأسبوع الماضي في العاصمة طرابلس وفي بنغازي، كما نظم الآلاف مسيرات هتفت بشعارات تمجد الثورة. هذه الاحتفاليات لم تمنع المتظاهرين من انتقاد السلطات الجديدة من خلال المطالبة خصوصا بمزيد من اللامركزية في السلطة وبتفعيل دور الجيش والأجهزة الأمنية. في غضون ذلك أكد رئيس الوزراء علي زيدان أنه ليس هناك برنامج رسمي لهذه الذكرى الثانية من الثورة، لكن مصدرا في المؤتمر الوطني الليبي ذكر أن رئيس المجلس محمد المقريف توجه إلى بنغازي للمشاركة في الاحتفالات. مستقبل ليبيا كما قلت مستقبل واحد، ومستقبل سوف يكون مستقرا. خلال السنتين سوف يكون هناك مجلس تشريعي، وسوف تكون هناك أول حكومة منتخبة دستوريا بعد أن يتم إعلان الدستور. وبالتالي أنا لست قلقا على مستقبل ليبيا، بالعكس أنا متفائل لو استطعنا أن لا نسمع إلى بعض الأصوات الشاذة. في الأثناء لا تزال ليبيا تواجه خطر التقسيم بسبب الاضطرابات والعنف، ويدعو الكثير من الليبيين خاصة بالشرق إلى الخروج إلى الشوارع للاحتجاج على عدم قدرة الحكومة على توفير الأمن ونزع سلاح الميليشيات أو المضي قدما نحو كتابة الدستور. وحذرت السلطات من محاولات أنصار النظام السابق لاغتنام المناسبة بهدف زرع الفوضى، خاصة في بنغازي التي عطل العنف والاضطرابات الحياة اليومية فيها. ليبيا أمامها مسارين، إما مسار تحقيق الإنجاز الدستوري وتكوين الدولة الحديثة الديمقراطية المبنية على المشاركة الحرة لكل فئات وعناصر ومكونات الشعب الليبي، هذا سيناريو، وإما تتجه نحو ومن أسمى ذلك إلى سيناريو الكارثة أو سيناريو الانشقاق والتفتت والهبوط إلى مصاف الحرب الأهلية. وفيما تتواصل الدعوات في شرق ليبيا للعودة إلى هيكل سياسي اتحادي سابق على انقلاب عام 69 ومزيد من الاستقلال للأقاليم، تواجه الجماعات الداعية للنظام الاتحادي انتقادات من الحكومة المركزية وبعض السياسيين الذين يتهمونها بالدعوة لفصل شرق ليبيا عن غربها، وهو ما تنفيه. تكشف الرسومات الجدارية على مباني العاصمة الإيرانية طهران محطات خالدة في تاريخ الثورة الإسلامية ومواقف نضالية وجهادية شهدها العالم العربي والإسلامي. لكل بلد في العالم ما يميزه عن بقية البلدان. هنا في الجمهورية الإسلامية الإيرانية الرسومات الموزعة على المباني والجدران هي ما تميز هذا البلد وتضفي على شوارعه رونقا فريدا يدل على براعة في فن الرسم على الجدران. أنا أعتقد أن الرسم على جدران الأبنية في المدينة عمل رائع بالفعل، ويساهم في تجميل المدينة والشوارع، ويضفي عليها حسا رائعا. بالإضافة إلى رسم المناظر الطبيعية، هنالك في العاصمة الإيرانية طهران رسومات كثيرة لشهداء إيرانيين وغير إيرانيين استشهدوا دفاعا عن أوطانهم ومبادئهم السامية، فخلدت ذكراهم في جداريات ورسومات تكرم تلك التضحيات.
في المدينة رسومات كثيرة على المباني والجدران وأغلبها للشهداء الذين ضحوا بأنفسهم كي نحيا نحن وبدورنا كشباب يجب أن ننظر لتلك الرسومات دائما ونستذكر ما فعله أسلافنا ونتابع طريقهم ومسيرتهم. إن الصور الشهداء المرسومة على جدران الأبنية تذكر المارين بما قدمه هؤلاء الأبطال لنا وللوطن وتخلد من ذكراهم. كما تلاحظ العديد من الجداريات التي ترسم الخطوط العريضة لمواقف إيران وسياساتها عبر رسومات مناهضة للولايات المتحدة وإسرائيل، يفهم الناظرون إليها السياسات الخارجية للجمهورية الإسلامية. الإيرانيون استخدموا فن الرسم على الجدران للتعبير عن عراقة هذا الفن في إيران من جهة، وليرسخوا في أذهان الأجيال أن السياسة الإيرانية هي عين الدين الإسلامي. عباس نشاب، قناة الكوت، طهران. نهاية النشرة، إليكم أبرز ما جاء فيها من أنباء. بهدف إشعال الفتنة الطائفية في المنطقة، التكفيريون يسفكون الدماء في العراق بدم بارد بعد يوم واحد من سفكهم الدم في باكستان. ارتفاع عدد ضحايا التفجير الطائفي في الكويت الباكستانية، وهيومن رايتس ووتش تندد بتراخي الحكومة في حماية الشيعة. الراشد يدعو لاجتماع يناقش الأوضاع السياسية والتشريعية البرلمانية تؤكد تسبب الحكومة بتأخير قانون غسيل الأموال. الإبراهيمي يلمح لإمكانية عقد محادثات بين الحكومة السورية والمعارضة في مقر الأمم المتحدة قريبا. للمزيد من الأخبار تابعوا كوت نيوز على تويتر، وللتواصل معنا يمكنكم مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني وعبر الفيسبوك. أطيب المنى والسلام عليكم.